بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، رئيس دورة 31 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. فخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس جمهورية التونسية الشقيقة، رئيس دورة سابقة لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والرؤساء الوفود المشاركة والمنظمات الدولية، معالي السيد أحمد أبو الغيث أمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء، يشرفني اليوم أن أشارككم في هذه القمة المباركة وأنقل إليكم تحيات الشعب الصومالي الذي أتشرف بقيادته مرة أخرى، والذي يناضل من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية بعد سنوات طويلة خاضها حربا مع حركة الإرهابية. هي أشرس وأقوى على مستوى القارة الإفريقية. كما يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجمهورية الجزائرية الشقيقة رئيسا وحكوما وحكومة وشعبا على ما لمسناه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ وصولنا إلى أرضها. كما أهني تأنية حارة نيابة عن الشعب الصومالي إلى أخي فخامة الرئيس عبد العزيز عبد المجيد تبون والشعب الجزائري الشقيق في مناسبة ذكري الثورة المجيدة. ويسعدني أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير لأخي فخامة السيد قيس سعيد، رئيس جمهورية التونسية الشقيقة، رئيس دورة 30 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. ونثمن بما بذله من جهود كبيرة ساهمت في تسيير اجتماعاتنا ومتابعة قضايانا العربية، والتي كان لها الأثر البالغ على في دعم العمل العربي المشترك. كما أوجه التهنئة الحارة إلى فخامة السيد عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائرية الشقيقة، رئيس دورة 31 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، متمنيا لفخامته النجاح والتوفيق في هذه الدورة التي نتمنى أن تحقق أهدافنا المنشودة وتعالج قضايانا فيما يعزز عملنا العربي المشترك. وكذلك أود أن أعرب عن امتناني للجهود المثمرة التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعلى رأسها معالي الأخ أمين العام لجامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيث، في الدفع بعملنا العربي المشترك نحو الأفضل، وفي الإعداد الجيد وحسن التنظيم لأعمال الإجتماع. والشكر الموصول لأصحاب المعالي والسعادة ووزراء الخارجية والسفراء والمندوبين على أداء المميز والرفيع. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، يأتي إنقاذ هذه الاجتماع الهام في وقت توجه فيه المنطقة العربية أزمات وتحديات مختلفة، تهدد أمن واستقرار منطقتنا العربية والعالم أجمع. في ظل تحديات جائحة كورونا وكذلك تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي زادت الأعباء عاتقنا، وخاصة الأزمات الغذائية المترتبة على تلك الحرب الدائرة، مما يحتم علينا توحيد جهودنا لتفعيل آليات العمل العربي المشترك واعتماد سياسات تنموية حقيقية وخطوات جادة نحو إيجاد الحلول الناجعة لأزمات الطاحنة بالمنطقة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فيما يخص الصومال، فقد شرفت بإعادة انتخابي رئيسيا لجمهورية الصومال الفيدرالية لمرة ثانية، وقد بادرت فورا تولي مهام
منصبي بالعمل على عدة محاور لمواجهة الإرهاب عن ناحية والعمل على مواجهة أزمتي الجفاف ونقص الغذاء من ناحية أخرى. إن جمهورية الصومال الفيدرالية على مسعى تغلب على التحديات والصعوبات الأمنية والاقتصادية والسياسية الناجمة على أنشطة الحركات المتطرفة والجفاف المتكررة نتيجة التغير المناخي، حيث مثلت حركة الشباب الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة التحدي الأكبر أمام تحقيق الاستقرار والتنمية في الصومال على مدى عقد ونصف. واليوم تشهد هذه الحركة الإرهابية تراجعاً ملموساً في كافة الأصعدة العسكرية والاقتصادية والأيديولوجية. لقد كانت هذه الحركة الإرهابية ولا تزال تمارس أبشع أنواع القتل والتنكيل بالشعب الصومال، ولعل ما شهدته العاصمة مقدشو خلال هذه الأسبوع من تفجير انتحار راح ضحية أكثر من 100 شهيد وخلف أكثر من 300 جريح ونتج عن خسائر مادية قدرت بملايين الدولارات، هو أكبر دليل على ضعف القوة العدو وقلة حيلته بعد أن خسر في الميادين الحرب أمام القوات الأمنية الصومالية باسلة بالتعاون مع شركائنا من الدول الشقيقة والصديقة. ولكن لا تزال الحكومة الصومالية بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم لكي تتمكن من بناء مؤسسات الدولة ومواجهة الإرهاب الذي تعاني منه الصومال في ظل تزايد خطر الحركة الشباب الإرهابية التي تهدد مقدرات الدولة، وكذلك المساهمة في دعم الصومال لمواصلة تنفيذ البرامج المهمة ودعم المؤسسات الدولة وإعادة الإعمار وإعفاء الديون الخارجية والاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي والسمكي، حيث تمتلك الصومال الكثير من الثروات التي يمكن استغلالها واستفادة منها لمواجهة التداعيات الكارثة، حرائق تفاقم الأزمة الغذائية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن استراتيجيتنا في مواجهة هذه الحركة الإرهابية تشمل ثلاثة محاور رئيسيا تمتد فيه: 1. المواجهة العسكرية وإنهاء وجودهم الميداني. 2. الحرب الاقتصادية التي تستهدف قطع وتجفيف مصادر التمويل الإرهابي داخليا وخارجيا. 3. الحرب الفكرية التي ترمي إلى كشف حقيقة الإرهابيين وإساءتهم لديننا الحنيف. إن هذه المعركة التي يخوضها الصومال حكومة وشعبا ضد الجماعات الإرهابية تتطلب الكثير من الموارد كي تحقق الأهداف المرجوة منها، وهذه الأهداف متمثلة في وجود الصومال خال من الإرهاب يتمتع بالأمن والاستقرار، وفي حال ونائم وتصالح مع نفسه ومع العالم، ويستعيد دورة المعهود على المستوى العربي والأقليمي والدولي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، في الجانب المالي أجرينا إصلاحيات كبيرة في النظام المالي للبلاد، ووضعنا سياسات تتماشى مع المعايير المالية الدولية، ووضعنا شوطا كبيرا في مسيرة إعفاء الديون وما يستتبعها من التنفيذ إجراءات مالية الملية. ونعلم جميعا أن الديون العالمية تثقل كاهل
تثقل كاهل الدول وتشكل عارفا أمام الاستثمارات وخلف فرص العمل. ونحن في الصومال شدد الحاجة في الوقت الراهن لدور أشقائنا المحورين في مسيرة عفاء الديون، وكما تعلمون فجزء من تلك الديون هي الديون للدول والصناديق العربية. لذا نطلب من أشقائنا الإعفاء من هذه الديون، وعلاوة على ذلك نطلب من قادة الدول العربية التواصل مع المؤسسات والصناديق والدول التي لها دين على الصومال لعفاء تلك الديون. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن الصومال يتميز بأهمية كبيرة بموقع استراتيجي، ويتمتع بالكثير من الموارد والثروات الزراعية والسمكية والمعدنية، وما هي لمساهمة في إيجاد حلول الأزمات الغذائية في عصر يشهد شح في الحبوب والمواد الغذائية الأخرى، ولكن بعد حل مشكلتي الأمن والديون. على الصعيد الإنساني لا يخفى عليكم حجم المعاناة الناجمة على أوضاع الإنسانية في منطقة قرن إفريقي، والتي ينال الصومال القسط الأكبر من هذه الأزمة الإنسانية الناجمة على الجفاف الحاد لعدم هطول أمطار في 5 مواسم متتالية، مما أدى إلى موت الماشية بعد نضوب الآبار وجفاف الأنهار، ويواجه الملايين من شعبنا أزمة غذائية حادة خاصة الأطفال، ويخشى أن تسوء الأوضاع أكثر وتتحول إلى مجاعة في بعض المناطق من البلاد. وفي إطار سعينا لمواجهة التصحر والتصدي للتداعيات تقلبات الطبيعية والمناخ، أنشأنا وأول مرة وزارة تعني بشؤون البيئة والتغير المناخي، على أمل أن نجد حلولا لأزمات المتكررة المتمثلة في الجفاف الحاد والفيضانات المدمرة، نظرا لتأكل البيئة التحية للإنهار، ولمواجهة كل هذه لدينا خطط لوضع حلول ناجعة لها، ونتطلع إلى مساعدة الدول العربية الشقيقة في هذا السعي. أصحاب الجلالة والفخامة، في الختام نجدد عزمنا على بذل كل الجهود لخدمة قضايا بلداننا، وأن يتمكن عملنا المشرك من التشارك والتشاور، وندعو الله أن يوفقنا لما فيه خير لأمتنا، وأن يسدد جهودنا لتجاوز الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها وطننا العربي بما يعز أمننا واستقرارنا، ويحقق ما تطلع إليه شعوبنا من الازدهار والرخاء. وأخيرا أكرر الشكر لفخامة الأخ رئيس الجلسة والمعالي الأخ الأمين العام لجامعة الدول العربية ولكل الحاضرين في هذه الاجتماع الهام، ودمت في عون الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.